الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بالتعاون مع نقاب الصحفيين المركز ونقاب الصحفيين البصرة، وبدعم ورعاية مباشرة من قبل وزارة الشباب، تحديد معالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، دورة تطويرية للصحفيين البصرة رياضيين وغير رياضيين، وكذلك الصحفيين المشاركين في لتغطية مباراة العراق والنيبال والعراق وطاجكستان. طبعا دورة هاي الهدف من عندها هو الارتقاء بمهارات الصحفيين وخبراتهم العملية والنظرية. الواقع الإعلامي يحتاج إلى كثير من العمل للارتقاء به لكي يوازي السمعة الموجودة عن الإعلام العراقي سواء على الصعيد العربي وكذلك على الصعيد الآسيوي، لأن الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية هو أول اتحاد عربي وهو من أسس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، لذلك على جميع الزملاء أن يشعروا بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وأما هذه الدورات النوعية التطويرية فهي تنفع وهي بذرة طيبة من أجل أن يلم الزميل الصحفي أو الإعلامي بجميع فنون الصحفية. هذه الورشة أكيد فيها من الإيجابيات الشيء الكثير، وكنا نتطلع جميعا أن تكون الحضور البصري كبير، خاصة وأن المحافظة مقبلة على تنظيم مهرجان رياضي خليجي وهو بطولة خليجي 25. هذه ستسلط الأضواء من خلال هذه الوجوه الإعلامية البصرية. نعم نتطلع إلى تعاون مع جميع المنافذ الإعلام العراقية، لكن التعويل الكبير هنا يكون على أبناء هذه المحافظات. الرياضة هي جميلة بكل بحد ذاتها، يعني ما أعرف أنه أنا أحس أنه تكون المرأة بالرياضة تكون أكثر جاذبية، أكثر تلقي الخبر، أكثر وصول الخبر، يعني المعلومة هيك. وصراحة أنه يسعدني أنه أكون أنا من ضمن الصحفيين اللي موجودين اليوم خلال هذه الورشة، وأتمنى أيضا أكون أحد الصحفيات والمراسلات في أيضا في خليجي 25 بالبصرة.